حديثي اليوم مع أبي خوفني، خلاني أضرب أخماس بأسداس. تصور يا رجل، خوفني أكثر من حديثي مع الدكتور. ليش شو حكى معك؟ بده يعرف من هن النسوان يلي كنا نعرفهم، حتى الأجنبية اللي قلت لك إنه سرقتني هداك النهار. خايف يكون مع الإيدز؟ والأهم من هاد إنه هو والدكتور بدهم يعرفوا إذا أنا وياك عاشرنا نفس البنت. لا، هاي بعمرتنا ما سويناها. وأنا قلت لهم هيك، قلت لهم هالشي. طيب ما قالوا لك ليش بدهم يعرفوا مين هي؟ لا ما قالوا لي، بس اللي موتني رعبي هي لهجة أبي. لك حتى القرآن الكريم ما عم يشيلهم بين إيديه. أبي خايف يا بسام، وهذا اللي نوار. هلا الحرارة لسات عم تجيك بالليل؟ أحيانا. والإسهال والسعلي؟ كمان أحيانا، بس عم يروحوا مع الدواء. أنت ليش عم تسأل؟ بسام؟ نوار، لأنه اللي عم يصير معك من أعراض الإيدز. شو؟ وطي صوتك نوار. لك أنت شو عم تحكي؟ نوار، أنت من وقت ما حكيت لي شو صار معك بمركز الإيدز وما نايمتني الليل، تاني يوم الصبح فقت ونزلت لهنيك، عملت حالي مخرج السينما وانه عندي فيلم قصير عن هذا الموضوع. طلبت مقابلة مدير المركز، حكى لي. شو حكى لك؟ حكى لي عن الأعراض اللي ممكن تظهر على المريض بهي الفترة. الأعراض اللي عم تصير معي هي أعراض ال... لا نور، مو دائما، بس لازم تتأكد. بس انت سألته للدكتور عن حالتي؟ لا ابدا، اصلا ما استرجيت شي باسمك. نوار، انا كمان خايف اكتر منك. لا تنسى ان كل روحاتنا وكل جياتنا مع بعض، واذا كانوا شاكين فعلا انه الاجنبية تكون حاملة الفيروس، معناتها ممكن كتير تكون غيرها حاملته. يعني انا وياك بنفس الجورة. جورة؟ لك هذا الايد. لا ان شاء الله ما يكون في شيء، ان شاء الله، بس انت لازم تتاكد. تاكد؟ تاكد لحتى اعرف اني بدي موت خلال كم شهر؟ نوار ما تفاول على حالك، انا اكيد حاسس انه في غلط بالموضوع، حتما في غلط. استنى شوي، انت ايمت شفته المدير المركز؟ اليوم الصبح. ايوه، معناتها المدير مو مسافر ومتفق هو وابي انه ولي إذا كنت نوار. طول بالك، نحن مالنا لحالنا هون. أنا لازم أروح البيت. شو بدك تروح سايب البيت؟ عود هلا. لازم أفهم من أبي، لازم أفهم منه.